من علامة الألف وأربعمائة متر اندفعت مهور الانتاج عمر الثلاث سنوات في ثاني أشواط الحفل السادس والأربعون من علامة الألف وأربعمائة متر المرشح الأول خصوصي ابن تورنادو إلى الصدارة مع كاملي أوسبينا في محاولات للحاق من بقية المهور التي تنطلق على الصدارة. أشاهد صواك أحد الأسماء القوية والمرشحة يتشاطر الانطلاق مع كذلك نشاهد محاولات من مخالف الذي رشح من قبل الزميل الفيصل السليمان في الاستوديو والانطلاقة السريعة. نشاهد هنا خصوصي يتمسك بالسياج ابن العالمي تورنيدو مع كاملي أوسبينا فيما نشاهد المحاولات للتقدم من صواك انطلاقة ثلاثية مخالف وصواك وخصوصي من سيتحرك. نشاهد هنا محاولات للتحرك من شبل سيفين من الخارج وأشاهد كذلك الاستحثاثات القوية من لويس موراليس للمجموح والمنعطف الأخير ال 400 متر الاخيره خصوصي يبدا مع كاملي أوسبينا يستحثه للتقدم اكثر واكثر في الظهور الرابع له خصوصي ابن تورنيدو. ال 200 متر الاخيره من سيذهب خصوصي يوسع الفارق كاملي يطلب منه الهروب اكثر واكثر خصوصي في الظهور الرابع له يضيف الفوز الاول ويصادق على الترشيحات. الف مبروك لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز فوز خصوصي في هذا الشوط والمصادقة.